أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الحد 28 يوليو، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون إيه على كل الأبراج. والحقيقة اليوم كله القمر موجود في برج الثور، وكمان اليوم بيبدأ وأورانوس موجود، يعني كوكب أورانوس موجود في برج الثور، المريخ والمشتري الاثنين في برج الجوزاء، والشمس وفينوس الاثنين في الأسد، وعطارد في العذراء، وبلوتو بيتراجع في برج الدلو، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم القمر في المنزل الثاني، ده بيخلي التركيز أقل في اليوم ده، فأنتم محتاجين ما تغمروش بالذات في الشغل وفي الفلوس، فراجعوا كويس خطواتكم، خليكم يعني بتتحروا الدقة في كل حاجة عشان ما يتمسكش عليكم أخطاء أو ما تقعوش في أخطاء، وكمان في الفلوس راجعوا حساباتكم عشان ما يحصلش أي خسائر. نروح بعد كده لبرج الثور. مواليد الثور اليوم كله القمر في برجكم، يعني ده احسن حاجه ممكن تحصل لكم، انكم تعرفوا تسيطروا على كل المواقف، وعندكم ثقه بالنفس اكتر، عندكم سحر وجاذبيه، وتعرفوا تمشوا كل حاجه في اتجاه مصالحكم، كمان يعني تعرفوا انكم تلفتوا الانظار ليكم وخصوصا انظار الجنس الاخر. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء القمر عندكم في منزل الصحة السلبي، ده بيخلي طاقتكم البدنية أقل، فأنتم محتاجين في اليوم ده تاخدوا وقت كافي من الراحة وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة، فيعني ضروري أنكم تنظموا جهودكم لأن الطاقة ما هياش كبيرة، وكمان مهم تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان، بلاش تكلموا عن أخباركم ولا خططكم، وابعدوا عن الفخر بنفسكم. نروح بعد كده لبرج السرطان. مواليد السرطان القمر عندكم في وضع داعم طول اليوم، تقدروا في الشغل وفي الحياة الاجتماعية تكونوا موفقين، ففي الشغل تقدروا تعملوا تنمية الأعمال أو لمشاريع لو في مشاريع خاصة، وكمان لو في وظيفة تعرفوا تحصلوا على دعم الزملاء والرؤساء في الشغل. في الحياة الاجتماعية هو يوم هايل للخروج وللانطلاق مع الأصحاب، وهتلاقوا أنه في تبادل فكري مفيد ممكن يجمعكم بأصحابكم، وتقدروا تستمتعوا عموما بوقتكم مع الأصحاب. نروح بعد كده لبرج الأسد ومواليد الأسد. القمر في وضع معاكس معاكم، فخدوا بالكم في اليوم ده بالذات في الشغل، أنكم ممكن تكونوا عرضة لاستفزاز من حد من الزملاء أو الرؤساء، فحافظوا على التماسك وعلى اللباقة، وكمان لو في ضغط في الشغل يبقى لازم تنظموا أولوياتكم علشان ما تقعوش في أخطاء وعشان تتغلبوا على أي شعور بالتشتت. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. عندكم القمر في وضع داعم طول اليوم، فتقدروا تستفيدوا جدا لأنه يعتبر ده يوم من أفضل الأيام بالنسبة لكم، الحظ بيحالفكم على كل الأصعدة، وكمان مع وجود عطارد في برجكم فبيديكم تركيز أكتر وحسن تصرف في كل المواقف، كمان عندكم حظ في السفر جدا، لو بتحضروا الرحلة أو سفر هتكونوا موفقين، وكمان لو بتسعوا العمل في الخارج هو يوم رائع لعمل انترفيوز مع الخارج، فهتعرفوا تبرزوا مواهبكم وتحسنوا كمان مستواكم المهني. نروح بعد كده للميزان. مواليد الميزان القمر في منزل المدخرات، بيديكم يوم هايل في إدارة الأمور المالية، ويوم حلو في تخليص الأمور البنكية، لو عايزين تاخدوا قرارات في أوعية ادخارية تحطوا فيها فلوسكم ده يوم كويس في القرارات المالية وفي البيع وفي الشراء، وكمان يعني أشوف أنكم تعرفوا تخططوا حلو، عندكم رؤية أوضح للمستقبل تساعدكم أنكم تخططوا حلو لمستقبلكم. نروح للعقرب ومواليد العقرب. القمر طول اليوم في مواجهتكم، فخدوا بالكم انه يوم مش مناسب ابدا لاي مغامرات
على كل الأصعدة، في الفلوس وفي الشغل وفي الحياة الزوجية بالذات، يعني ما تاخدوش قرارات مصيرية وتجنبوا توقيع الأوراق والعقود في اليوم ده، وخليكم ملتزمين في النواحي القانونية، وحاولوا تكونوا في الحياة الزوجية لو متجوزين تكونوا مرنين أكتر، ويعني بلاش العند، يعني حاولوا تقاوموا ملكم للعند. لكن طبعا في الشغل وفي الشراكة بالذات في الشغل لا، تكونوا منتبهين لحقوقكم. نروح بعد كده لبرج القوس. مواليد القوس عندكم القمر في منزل الصحة الإيجابي، فبيديكم طاقة ونشاط وحيوية جدا، وتقدروا أنكم تنجزوا شغلكم وتقوموا بالواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. نروح بعد كده لبرج الجدي. مواليد الجدي القمر عندكم في منزل الحب، وبيديكم طاقة عاطفية وتأثير رائع في الجنس الآخر، فتعرفوا يعني تستمتعوا بوقتكم عاطفيا، وكمان لو عندكم أولاد هتعرفوا تأثروا حلو في أولادكم، وتكونوا مقنعين جدا لأولادكم. لو عايزين توجهوهم في أي اتجاه انتوا عاوزينه هتعرفوا تأثروا فيهم وتقنعوهم. كمان مواليد الجدي في الشغل عندكم فرص هايلة انكم تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه، تعرفوا تحصلوا على التقدير. نروح بعد كده للدلو. ومواليد الدلو القمر في وضع معاكس معاكم طول اليوم، بالذات في العيلة ومع الأصحاب، فخدوا بالكم في التعامل مع الأهل والقرايب والأصحاب، ما تدخلوش في أي مناقشات تعمل لكم صدام أو مشاكل. نروح بعد كده للحوت. ومواليد الحوت عندكم يوم رائع على كل الأصعدة، فما ترفضوش أي دعوات اجتماعية أو عائلية أو مهنية توجه ليكم، لأنه من خلال العلاقات واللقاءات ممكن تظهر لكم فرص حلوة، أو على الأقل توطدوا علاقتكم بالآخرين. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة فيديو جديد ويوم سعيد.